كرومبو كرومبو ما عاد ما تنش كرومبو 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 ما عاد ما تنش كرومبو. مسيو نيغريسكو صاحب الشركة الدولية الكبرى لزراعة المقارونية بلاصوص سرق. كان قاعد في البيرو ديالو كيتكلم في التليفون مع مراته، وكانوا كيتسناوه ثلاثة في الريسبسيون. كليان جاي ياخد فياج ديال المقارونية، الشبكي الذهبي ديال العائلة، والمندوب ديال شركة التأمين. نيغريسكو سمع صوت إنذار العافية في الشركة من الطبقة اللي الفوق. شوفي رقية، خليك ما تقطعيش التليفون حتى نشوف شنو كاين. وخرج من البيرو ديالو باش يعتذر للضيفان وطلب منهم يجيو مرة أخرى، وطلع هو والسكرتيرة للطبقة اللي الفوق يشوفوا شطرة. ومن يرجع لقى ستيلو ديالو ديال الذهب تسرق من البيرو، وهو يسول مراته اللي بقات على الخط إلا كانت سمعت شي حاجة. قالت سمع نيغريسكو، أنا ما سمعت حتى شي حاجة، غير واحد الصوت بحال هكذا. واللي سرق ستيلو واحد من هاد الثلاثة، واحد الكليان، زوج الشبكي الذهبي، ثلاثة المندوب ديال شركة التأمين. أنا عرفت شكون اللي سرق ستيلو، ولا حتى أنت عرفتي رسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 أو اتصل بالهاتف التابت 08 90 60 33 99 أو بورتابل 40 43 وتربح 5000 درهم كل أسبوع. وما تنساوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كرومبو.